الأدوية المستخدمة لعلاج ضعف الانتصاب لا يوجد أي إثباتات أنها تؤدي إلى حدوث جلطات في القلب، بل بالعكس هناك الكثير من الدراسات التي بيّنت مدى فعاليتها وحمايتها للشرايين التاجية للقلب. أما بالنسبة لهل يمكن للإنسان أن يتعود أو يدمن على استخدام هذه العقاقير ولو أن كان هذا الاستخدام لفترات طويلة، فهذا غير صحيح. الاستخدام لهذه العقاقير ولو كثرت أو طالت المدة لا يؤدي إلى التعود أو إلى الإدمان على استخدامها. ننصح عادة أي مريض يعاني من ضعف الانتصاب أن يزور طبيب المسالك البولية أو طبيب الذكورة المختص لتقييم المريض وفحصه وتقييم الحالة ككل قبل وصف وبداية استخدام هذه العقاقير، لكوننا دائما نحب أن نضمن سلامة المريض أولا قبل البدء في هذا النوع من العلاجات.